مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لنا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر اله واحد ايماني واحد وما لهش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في امور بتحير محتاجه لتفسير انا هشرح ليك وافسر ارجوك بلاش تكفير انا مش كافر انا مش كافر مشاهدينا الأحباء في كل مكان برحب بيكم وحلقة جديدة من برنامج أنا مش كافر. موضوع حلقتنا النهاردة بنستكمل بنعمة الرب موضوع الحلقة السابقة تحت نفس العنوان اسألوا التاريخ، وهي حلقة خاصة للرد على مقولة شيخ الأزهر في افتتاح المسجد والكاتدرائية. في بداية الحلقة بقول لكل أحبائنا في مصر كل سنة وانتم طيبين، وبمناسبة عيد الغطاس وبصلي أن الرب يبارك مصر ويبارك شعب مصر ويبارك شعبه في مصر ويحفظ الكنيسة ويحفظ كل شعب الرب في كل مكان في مصر وينعم ببلادنا بالخير والسلام والبركة دايما في اسم الرب يسوع المسيح. الأسبوع الماضي إن كنا فقدنا تواجد أستاذنا الفاضل الأستاذ لطيف شاكر نتيجة لبعض الأمور الصحية، لكن نشكر الرب لأجل بركة كبيرة أن هو متواجد النهاردة معنا. هو مفكر كاتب مؤرخ يعني مناضل من أجل القضية القبطية ومن أجل الكنيسة ومن أجل الشعب المسيح. برحب بيك وسعدنا وجود حضرتك معنا أستاذنا أستاذ لطيف. أهلا بسيادتك وأهلا بالسادة المشاهدين، وأرجو أن تكون حلقة مثمرة. أمين. أيضا هيكون معنا بنعمة الرب أثناء الحلقة الأستاذ سعيد شعيب، هو كاتب صحفي معروف ويسعدنا بتواجده معنا. في بداية الحلقة نطلب من الأستاذ لطيف أنه يقودنا في كلمة صلاة. تفضل أستاذ لطيف. إلهنا وحبيبنا وسيدنا، نشكرك على كل حال من أجل كل حال وسائل الأحوال. نشكرك دايما حتى في الضيقات والألام والأوجاع، لأن هذا هو طريق السماء، الباب الضيق، ولابد أن نجداس الباب الطيق ليكون لنا أو من استحقاق أن يكون لنا السماء. يا رب اعطينا قوة وشدة وعونا حتى لا نخور في الطريق. بارك شعبك يا ربي، بارك مصر، أنت قادر وحدك يا ربي أن تسندنا وتسند ضعفاتنا وتقوينا وتدبر أمورنا حسب إرادتك. العواصف كثيرة قوي شديدة، لكن أنت وعدنا أنك في الآخر أنت الغالب، أنت نعم. المنتصر. نعم نحن متأكدين أنك أنت ستغلب كل شيء وستنتصر على كل شيء. مصر أنت أحببتها وأتيت إليها، وأرجو أن تنظر إليها بعين المحبة والحنان. مصر محتاجة قوة منك، وأنا واثق أن 70-80 سنة دهيت لا تساوي شيء بالنسبة ل7000 سنة. ده كله حيضيع وده كله حيذوب، وحترجع مصر كما كانت، مصر المصرية، مصر التي أحببتها، مصر لك أنت يا رب، لك كل مجد وكرامة إلى الأبد. أمين أمين أمين. شكرا جدا أستاذ لطيف. بنرحب بوجود الأستاذ سعيد شعيب موجود معنا، هو كاتب وصحفي معروف، نشكر رب لأجله، مشرفنا ونتشرف بوجودك أستاذ سعيد. ألو ألو. أيوة حضرتك سمعني؟ أيوة أستاذ سعيد، متشرفين بوجود حضرتك معنا في الحلقة النهاردة. الله يخليك، أنا متشرف. أشكرك. أستاذن حضرتك وأستاذن الأستاذ لطيف، نعرض جزء من كلمة شيخ الأزهر. البعض قال احنا ما سمعناش الكلمة، فخلونا نشوف شيخ الأزهر قال ايه في افتتاح الكنيسة والكاتدرائية، ونرجع بعد كده نستكمل موضوع حلقتنا بنعمة الرب. خلونا نشوف كلمة شيخ الأزهر.
وقت في موضوع الكنائس فيما يتعلق بموقف الإسلام منها. موضوع الكنائس في الإسلام موضوع محسوم، وهو ملخص فيما يلي: أولا، الإسلام أو دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحيين ولمعابد اليهود، هذا حكم شرعي. وأيضا إذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه وبالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس، والمسلمون يتقدمون في حماية الكنائس على إخوتهم المسيحيين، وهذا ليس حكما يأتي هكذا مجاملة، وإنما هو حكم قائم على آية من القرآن الكريم نحفظها جميعا، وإن كان معناها أحيانا وللأسف الشديد يخفى على كثير حتى من المتخصصين. هذه الآية هي التي تكلف أو تأذن للمسلمين بالقتال من أجل الدفاع عن دور العبادة لليهود وللمسلمين وللمسيحيين معا. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا مساجدهم هي نفس الآية التي أمرت المسلمين بأن يحموا دور العبادة بالنسبة لغير المسلمين، ومنها الكنائس ومنها المعابد. أيضا ما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم لنصارى نجران من معاهدات ضمن لهم فيها، ضمن لهم كنائسهم، وضمن لهم أن تبقى كما هي، ضمن لهم ألا يقربها أحد، ألا يدخل شيء منها ولا من حيزها في مسجد ولا في بيت مسلم، ضمن لهم أن يضربوا نواقيسهم، ضمن لهم صلبانهم، ضمن لهم كل ذلك، ثم قال في آخر: فمن خرج عن ذلك أو من لم يؤدي هذا العهد فهو خائن لله ورسوله. أخيرا أقول: ليس من العلم ولا من الحق في شيء أن تستدعى فتاوى قيلت في زمن معين وظروف خاصة، مثلا حينما كان الرومان يتربصون بالإسلام الذي هو الدين الوليد الجديد، أو في الحروب الصليبية، أو في محاكم التفتيش في الأندلس، يستدعون مثل هذه الفتاوى التي كانت احترازية ووقائية في ذلك الوقت، ويستدعونها وكأنها فتاوى عابرة على حدود الزمان وحدود المكان، ليفتوا بها اليوم بأنه لا تجوز أو لا يجوز في الإسلام بناء الكنائس. هذا خطأ شديد، واسألوا التاريخ ينبئكم بأن كل كنائس مصر بنيت في عهد الإسلام وبعد دخول الإسلام في مصر، وعلى مسمع ومرأة من علماء الأزهر ومن فقهائه منذ أكثر من 1000 عام. طيب، بناء على طلب شيخ الأزهر أن هو قال اسألوا التاريخ، احنا بنسأل التاريخ، اتكلمنا في الحلقة السابقة عن نفس هذا الموضوع، وبنعمة الرب نستكمل نفس الموضوع في هذه الحلقة. قبل ما أوجه سؤالي الأول للأستاذ سعيد شعيب، أروح للأستاذ لطيف شاكر. أستاذ لطيف، تابعت حضرتك كلمة شيخ الأزهر وهو قال خلونا نحتكم للتاريخ، نسأل التاريخ. أسمع حضرتك في بعض يعني أفكارك من نحو كلمة شيخ الأزهر أو تعليقك على هذه الكلمة، وهل لديك أي اعتراض على
كلمة شيخ الأزهر هو لمس بعض الأمور. الأمر الأول استخدامه لعبارة دولة الإسلام، العبارة الثانية استخدامه لعبارة الذمية، العبارة الثالثة استخدامه لمصطلح أن هذه الفتاوى خرجت وقت يعني عايز أقول تحرش الرومان بالإسلام الدين الجديد الوليد وقت الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش، ودائما ما يستخدم شيخ الأزهر هذه العبارات في كل مناسبة دينية، الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش. والعبارة الرابعة اللي قال أنه اسألوا التاريخ، أن جميع المشكلة اللي قالها شيخ الأزهر الشمولية، استخدام كلمة تعني الشمول، جميع كنائس مصر بنيت في عهد دولة الإسلام. لو تدينا أفكار حضرتك أو تعليقك تفضل. الموضوع طويل جدا وبعد الأستاذ سعيد ما يتكلم لأنه ليه معاد معين عايز يمشي فيه هكمل الموضوع، لكن حبدأ بالكاتبة القديرة الأستاذ سحر الجعار قالت كلمتين رد على الكلام بتاعه، وده كلام حقيقة أفضل أنه يسمعه السادة الجمهور. بتقول في عيد ميلاد السيد المسيح عليه السلام كان شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب يلقي كلمته في افتتاح كاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية الجديدة، فقال ووجهه مكفهر كمن أجبروه على الحضور. نعم. أن الإسلام أو دولة الإسلام ضامنة شرعا لكنائس المسيحيين، وهذا حكم شرعي زي ما بيقول هو. وإذا كان الشرع يكلف المسلمين بحماية المساجد فإنه بالقدر ذاته يكلف المسلمين بحماية الكنائس، والمسلمون يتقدمون في حماية الكنائس على إخوة المسيحيين. هذا ليس حكما يأتي هاجز مجاملة. وكأنما أراد شيخ الأزهر تأكيد وصيته على المسيحيين. نعم هو حب يوصل ده وصيته إن في وصايا باعتبارهم أهل ذمة. نعم. ده هي بتقول وجبت علينا كدولة إسلامية لا هي مدنية ولا تعددية أن تحميهم. ولم يفد شيخ الأزهر أن يهدم التاريخ رأسا على عقب. فقال عن مصر القبطية، ده هي بتقول فقال عن مصر القبطية التاريخ ننبئكم أن كنائس مصر كلها أو معظمها بنيت في عهد المسلمين. جميع كنائس مصر فلماذا تتعجب من اقتحام ألهامك الداعشيون مكانا صغيرا للصلاة في قرية منشأة الزعفران ومملوك للمطرية منذ مدة، ويقيم في تلك القرية حوالي 1000 قبطي، وتعمد الغوغاء ممن نلقبهم بالمتشددين خطأ لأن إرهابيون باقتحام المكان في 7 يناير وتحديدا بعد صلاة العيد، حتى قام البوليس بإخراجهم منهم في أبشع تحدي للدولة بكامل أجهزة، وكأنما يستعرضون قوتهم في مواجهة الرياضة السريعة التي أرادته يوما للمحبة تتعلق فيه أغراس الجنائس مع أذان المسجد. أنا دي بس مقدمة، لكن الموضوع طويل جدا هتكلمه بعد الأستاذ سعيد ما بيتكلم، إلا أنه تفضل بيقول أنه ودي استوانة عنده أنه الحروب الصليبية ومحاكم التفتيش ابن أبو حاكم التفتيش أن أبناء ضرر مثلا الشيوخ ابن تيمية وغيره طيب أسأل الجميع في الحروب الصليبية الأباط دفعوا عن البطل عن الوطن ولا دفعوا عن الصليبيين؟ دفعوا عن الوطن. عن الوطن. هل جزاء سنمار انه لانه دافع عن الوطن ومات عدد كبير منهم، عدد ضخم جدا اكثر من 200 الف قبطي على يد صلاح الدين ايوب وغيره، هل الجزاء انه تقفلوا لنا الكنائس وما ذنب الاقباط؟ وما ذنب الاقباط؟ يعني الاقباط أحب الوطن أكثر منكم والأقباط دفعوا عن الوطن. حتى أن الصليبيين كرهوا الأقباط واعتبروا الأقباط مهرطقين، وعلى فكرة كلمة الهرطقة دي لغاية دلوقتي في ذهن كتير من الأجانب أن الأقباط مهرطقين، دي يعني تشبعوا
من الفكر الصليبي ان القبض مرضي. يعني احنا تحملنا الام لا حدود لها من هنا ومن هنا من بره ومن جوه. هل مقابل هذا انك انت تفتو بقفل الكنائس للاقباط، تمنعوا بناء الكنائس، تقلبوا الوضع وتمشوا على العقدة العمرية اللي هي بتقول اللي هو بيقول انه ما فيش يعني هدم الكنائس وان الموقف يعني كان متسامحين. طيب العقدة العمرية بيقول لا يحدثوا في مدينتهم ولا فيما حولها دايرا او كنيسة ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا يجددوا ما خرب. هذه العودة للتوضيح بعد إذن حضرتك، هذه العودة العمرية هي لعمر بن الخطاب سنة 642 ميلادية، سنة 642 ميلادية، يعني احنا بنتكلم في تاريخ تقريبا لا يتجاوز ال 12 سنة بعد موت محمد نبي الإسلام. فالكلام ده قبل الحروب الصليبية وقبل محاكم كما يدعي. اتفضل حضرتك. وبيقول كلمة كمان انه سمح بضرب النواقيس في الكنيسة، سامحوا لهم. طيب العودة العمرية بتقول ايه؟ ولا يضربوا بالناقوس الا ضربا خفيفا، ولا يرفعوا اصواتهم بالقراءة في كنائسهم في شيء من حضرة المسلمين، ولا يخرجوا الشعانين، ولا يرفعوا اصواتهم على موتهم. الله، ده العودة العمرية اللي عملها عمر بن الخطاب واللي انتم ماشيين عليها وكل شيء ده. ابن تيمية رجع إلى العقدة العمرية في النصوص بتاعته في فتاوى، قال لك تطبيقا للعقدة العمرية إن ما يكونش في كنائس ولا تحدث كنائس وأن تهدم الكنائس ولو ما جرى. أنا مش عارف الشيخ طيب مش بيقرأ التاريخ، مش عارف، مش بيقرأ التراث الإسلامي، يعني مش بيقرأ أي حاجة، كلامه كله حتى في المجالات المختلفة برا كله كلامه كذب. يعني يصعب علي ان اقول شيخ عظيم كبير مفتي او بتاعت امام اكبر ويكذب. الكذب ده للناس الصغيره ويعني عاده ذميمه لا تقبل، قلت كذاب. واحنا في الكتاب المقدس لما نشبه الشيطان نقول كذاب الكذاب، فليه انت بتكذب؟ اقصر الطريق هو الصدق، الصدق ينجي. اتفضل. أنا بشكرك جدا أستاذ لطيف، وهنرجع لحضرتك. أستاذ سعيد، هل لديك تعليق قبل ما أطرح سؤالي الأول على حضرتك فيما تناوله شيخ الأزهر في الكلمة التي ألقاها في افتتاحية القدرية أو فيما علق به الأستاذ لطيف؟ تفضل. هو كلام شيخ الأزهر يعني مع كامل احترامنا ليه فيه مغالطات، يعني إذا كان هو بيقول سؤال التاريخ فأنا بدعوه اللي هو يرجع للمؤرخين المسلمين اللي كتبوا عن فترة من ساعة الغزو ابتداء غزو قبيلة قريش لمصر، يعني على امتداد فترة حكمها، يعني يرجع للمؤرخين المسلمين، مش هنقول يرجع للمؤرخين غير مسلمين أو مؤرخين مسيحيين أقباط، يعني يرجع لإيه وهو هيكتشف حقائق مروعة. المغالطة الثانية في كلام شيخ الأزهر، هو بيتكلم عن دولة الإسلام، احنا ما كانش عندنا دولة إسلام أصلا، احنا عندنا إمبراطورية استعمارية بقيادة قبيلة قريش. فروع بقى قبيلة قريش سواء الفرع الأموي أو الفرع العباسي أو الفرع الفاطمي، خد بالك يعني بعد كده بقى جم العثمانيين الاتراك يعني. لكن دي لا يليق بضمير المسلم انه يعتبر ديت الامبراطوريه الاستعماريه دي يعتبرها اسلاميه، هي لا علاقه لها بالاسلام يعني. وكمان هي ما هياش حكم على الاسلام. ولما شيخ الازهر يضرب مثل بناس غزوا بلاد ودمروا حضارات وسابوا وقتلوا وعمل يعني عملوا جرائم، والجرائم دي موجوده في المؤرخين المسلمين. النقطه الثالثه ان المغالطه الثالثه يعني ان ما ينفعش ولا يليق بالمسلم ان هو اللي يمنع حقوق الاخرين. انت اصلا مش من حقك انك انت تمنع
الدين او تدينا الحقوق، لان الاصل ان المسلم متساوي مع غير المسلم، سواء كان المسلم غير المسلم ده قبطي او بهائي او شيعي او احمدي او اسماعيلي او علوي او ملحد او يهودي ايا كان. وبالتالي فالحقوق لا يمنحها المسلم، لكن الحقوق اصلا بيتولد البني ادمين يجوا الحياه والحقوق دي معاهم يعني. فدي المغالطه الاخيره اللي قالها شيخ الازهر يعني. طيب استاذ سعيد، يعني لو تسمح لي اطرح على حضرتك بعض الاسئله. السؤال الاول، دائما ما تظهر لهجه شيخ الازهر مقاومه باستمرار لدعوات تجديد الخطاب الديني، ما فيش مره تقابل فيها شيخ الازهر او تواجد فيها في مناسبه دينيه وتواجد فيها الرئيس السيسي وطالب الرئيس السيسي او غيره بتجديد الخطاب الديني الا وعلى طول في نفس اللحظه وفي نفس الوقت نجد شيخ الازهر يقف ويندد بكل من يطالبون بتجديد الخطاب الديني، واخرهم يعني انا اتذكر اخرهم في ليله القدر وقف اتكلم عن افضال التراث الاسلامي واتكلم عن افضال السنه، ويعني قاوم بشده اي مطالب بالطالب بتجديد الخطاب الديني. ليه دايما شيخ الازهر متربص لكل واحد بيطالب بتجديد الخطاب الديني ومتمسك بشدة بالتراث وكتب التراث رغم ما فيها من قنابل سواء كان فقه أو آراء فقهية أو نصوص؟ اتفضل. هو في سببين لدوت يعني. السبب الأولاني إن هي دي قناعة شيخ الأزهر، هو ده إيمانه، هو مؤمن بالمذهب الأشعري. المذهب الأشعري ده ما يقبل على الإطلاق على الإطلاق أي كلام في درجة من العقل. المذهب الأشعري نقل مش على العقل. خد بال حضرتك، فهي دي قناعته الدينية، وهو والقائمين على مؤسسة الأزهر الحقيقة إن هم خاطفين مؤسسة الأزهر من الدولة المصرية وماشيينها زي ما هم عايزين. وطبعا زي ما حضرتك عارف منصب شيخ الأزهر حصل في الدستور اللي اتعمل يعني. لأن من الأخطاء الكبيرة اللي احنا عملناها في الثوره على الاخوان ان احنا نفخنا قوي في دور الكنيسه ونفخنا قوي في دور الازهر، فدينا الازهر اكبر من حجمه. فبقى في اعتقاد عند القائمين على الازهر وكانهم هو رئيس جمهوريه المسلمين. وكمان في اعتقاد عند البابا توادرس مع كامل الاحترام يعني ان هو رئيس جمهوريه المسيحيين. بقى دي مؤسسات دينيه لا علاقه لها باداره الدوله. نرجع ثاني بقى، الازهر كمان مختطف المؤسسه دي القائمين عليه ويدرسوا فيها منهج واحد اللي هو الاشعريه. الاشعريه دي خد بالك هو بيقول الشيخ الازهر وغيره بيقول انها منهج وسطي، وده غير صحيح. يعني الاشعريه القدام زي عبد القادر الدغدادي وشعرستاني والمالكي وغيرهم كفروا الشيعه والمعتزله والخوارج. فالتكفير جزء اصيل من المذهب الاشعري. ده جزء اصيل منه يعني. وكمان زي ما بقول لحضرتك ان هم بيعملوا من النقل مش بالنقل، عشان كده هو بيرفض اي تطور. المصادر الفقهيه للمذهب الاشعري اللي مؤمن بيه فضيله الشيخ الازهر هم بيلتزموا بالاحكام الفقهيه اللي جايه من القران والسنه والاجماع والقياس. نعم. يعني التراث الاسلامي زي ما هو، يعني الحاله على ما هي عليه عظيمه جدا. طب يا شيخ الازهر الارهاب ده جاي منين؟ يقول لك ايه بقى الشيخ الازهر؟ يقول لك اوائل الالهاب الارهاب عن الطبقيه. واخد بال حضرتك؟ قال الكلام ده في المؤتمر اللي عمله علشان علاقه الاسلام بالغرب يعني. قال الكلام ده. يعني الارهاب سببه مؤامرات دوليه، وقال حاجه ثانيه اخرى من الخيال. قال لك ان الوحيدين اللي تاذوا او تم اذيتهم من الارهاب هم المسلمين تصور. وكانه ما بيعرف يعني مش عارف المذابح اللي حصلت لغير المسلمين في سوريا وفي العراق واللي بتحصل هنا في الغرب واللي بتحصل في كل حته واللي بيحصل في باكستان تجاه المسيحيين وغير المسيحيين وغيرها. فيعني احيان كثيره بحس يعني ان الشيخ الازهر مع كامل الاحترام دي عايش جوه عالمه الخاص، هو مش عايش العالم بتاعنا نهائي يعني. عشان كده هو بيقاوم بشراسه مساله اي تجديد، على الاقل هو كمؤسسه دينيه
لان المؤسسه الدينيه مش شغلتها تصدير مذهب واحد، على الاقل يتم تبقيه بقيه الاجتهادات الاسلاميه العظيمه للمجددين العظام في تاريخ الاسلام، يعني سواء بقى كان المعتزله او غيرهم او في العصر الحديث، عندنا محمد محمود طه، عندنا نصر حمد ابو زيد، عندنا محمد شحرور، وعندنا مئات من الاسماء المجددين المسلمين، عندنا الاجتهاد اللي عمله اسلام بحيري، يعني يفتح ساحه الازهر لدراسه الحاجات دي كلها، ما يبقاش الازهر وكانه مخطوف لوجهه نظر واحده، وللاسف هي وجهه نظر فيها مشاكل كتير وتؤدي للاسف الشديد يعني الى الارهاب. ولو كان الازهر قايم بدور صحيح اصلاحي وكذا ما كناش شفنا الارهاب لمال العالم ده وشفنا. تضيف على ده حاجه ثانيه ان تصريحات الشيخ الازهر نفسه فيها مشاكل، وهو طلع وقال ان الارهابي ان المسيحيين الاعباط يعني المسيحيين واليهود كفار. واخد هو نفسه قال كده، قال لك ما يجيش جنبهم، يا سلام، قال لك كفار بس ما يجيش جنبهم. هو نفسه كنا فسر من الحديث اللي منسوب لسيدنا النبي، وانا اعتقد ان سيدنا محمد يقول الكلام ده، ومرت ان يقاتل الناس جميعا حتى يؤمنوا ان لا اله الا الله والى بقيه الحديث. قاعد يلف ويدور فيه، ما تقول يا اخي الحديث لا يليق بسيدنا النبي. ما شك في الحديث يعني زي الحديث بتاع المرتد. شيخ الازهر بيقول للمرتد يتحاسب. يتحاسب يعني يستتاب. الا لو ما اتكلمش خالص وما قالش حاجه لحد، طب اذا هو ما اتكلمش خالص المرتد اللي خرج من الاسلام وقال حاجه وقال حاجه، هتعرف ازاي انه مرتد اصلا؟ صحيح. يقول لك لو هو اتكلم يبقى اذا هو فارق الجماعه ونذبحه، نستتيبه يا عم ترجع عن كلامك يا نذبحك، وطبعا ياخد امواله وياخد نساءه وياخد ياخد 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 ياخد. صحيح. فللاسف شيء محزن يعني ان شيخ فرنسا واللي يوصلنا الى هذه الدرجه يعني. نعم. طبعا زي ما حضرتك حللت تحليل رائع جدا على توجه شيخ الازهر، التوجه الديني لشيخ الازهر هو بالفعل منتبه الى المذهب الاشعري، وهذا المذهب يعمل يعني النقل على حساب العقل، ومذهب جزء اصيل منه زي ما حضرتك قلت هو التكفير، تكفير الآخرين. لكن في الوقت نفسه نجد أن شيخ الأزهر امتنع عن تكفير داعش، يعني في الوقت اللي جمعت أو مشيخة الأزهر كفرت بعض المثقفين أمثال ناصر حامد أبو زيد وأمثال فرج فودة وكثيرين، لكن في الوقت نفسه نجد شيخ مشيخة الأزهر امتنعت عن تكفير داعش، وقعدت تقول ان هي فئه ضاله وفئه مغيبه وفئه وفئه، مع ان اكثر قاده داعش واكثر المنتمين الى داعش خريجي جامعه الازهر، وفي نفس الوقت لم يتجرأ. طبعا 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 يعني عديد من المنظمات الاهليه في العالم اللي اسسوها جايين من الازهر، يعني عايز اقول لك الاخوان المسلمين الاخوان المسلمين العباقره الاخوان المسلمين انتشروا في 77 دوله في العالم. هل انهم عباقره؟ مش عباقره خالص. نعم. ناس عاديين يعني. يعني ما عندهمش اجتهادات فكريه عظيمه يعني خالص يعني نهائي، لا في الاسلام ولا في غير الاسلام، ما عندهمش اجتهادات عظيمه يعني. ومع ذلك الاخوان انتشروا، ليه انتشروا؟ لان الازهر هو الايديولوجيا بتاعت الازهر مش مختلفه مع ايديولوجيا الاخوان وبقيه الاسلاميين في الاسس. حتى في تصريح شهير للشيخ الازهر قال في فيديو قال فيه لما محمد بديع مرشد الاخوان راح زاره قال له نص اللي عندكم ازهريين نص اعضاء الاخوان ازهريين. فالايديولوجيا اللي بينشرها داعش بينشرها الازهر سواء في مصر او في كل مكان في العالم عبر الطلاب وعبر الوفود اللي هو بتاعها واخد بالك، هي متفقه مع ايديولوجيا الاخوان. شيخ الازهر عايز دوله الاسلام واخد بالك، والاخوان عايزين دوله الاسلام. شيخ الازهر عايز تطبيق الشريعه والاخوان عايزين تطبيق الشريعه بالظبط. شيخ الازهر مصر على او القائمين على الازهر مصرين على الكراهيه ضد الاخر. نعم. الاخوان عندهم نفس الحكايه وداعش، فمش خلاف في الاسس، الخلاف في ايه؟ مش في الاهداف، الاهداف متفقين عليها. الاختلاف بس نوصل للاهداف ازاي؟ بالظبط. وخاصه ان الازهر وشيخ الازهر جاي من المذهب الاشعري. المذهب الاشعري دوت يقول لك نستحمل الحاكم مهما كان، ما فيش ثوره على الحاكم خالص.
واخد بالك؟ علشان كده ليه بقى الشعبيه دي هي اللي انتشرت في التاريخ بقى اللي بيقولوا عليه الاسلامي؟ لانها بتدعم الحاكم. الحاكم كان عايز ايديولوجيا دينيه زي دي. المؤمنين يهتموا وفي نفس الوقت يكرهوا ويقتلوا غيرهم. دي اوامر الهيه. واخد بال حضرتك؟ نعم. فده للاسف الوضع ما اتعملش بقى ان هو ما يكفرش داعش، لان في الاسس ما فيش خلاف مع داعش. يعني تعالى حتى الحاجات اللي عملتها داعش عنيفه، يعني زي الحرق مثلا، الحرق ده موجود في التراث الاسلامي، وما عملش شيخ الازهر او احد الاساتذه اللي بيدرسوا في الازهر ورفض الوقائع دي في التاريخ. واخد بال حضرتك؟ اللي اتعمل في غير المسلمين ما تلاقيش حد من الازهر رفض ده. واخد بالك؟ ورفض ده كمان في التاريخ الاسلامي ما رفضش. فهو قصدي اقول الخلاف ما بين داعش وابناء الايديولوجيا اللي زي الازهر ما فيش فروق جوهريه وما فيش اختلاف كمان على الاهداف. لكن الاختلاف على طريقه الوصول للاهداف. ده صحيح. يعني مقوله مهمه جدا، إن كان داعش أو جماعة الإخوان المسلمين أو مشيخة الأزهر فهم متفقين اتفاق تام على الأصول وعلى الأهداف، هو الاختلاف فقط في طريقة تطبيق ده وفي الوقت اللي يقدر يطبق فيه ده. طيب وأنا كنت كانت من أحلامي يعني كمصري كمسلم يعني إن الأزهر يلعب دور حقيقي، وده يعني هو مؤسسه منتشره في كل الدنيا. وطبعا بياخد كمان من الضرائب اللي احنا بندفعها يعني. وانا كنت احلم ان فعلا القائمين على الازهر يساعدونا في حل مشكله الارهاب. يعني انا بقول الكلام ده على الازهر وانا حزين، مش وانا مبسوط خالص يعني. كانت من احلامنا ان دولت يبقوا جزء من التغيير الايجابي او جزء من التغيير الانساني، لكن للاسف يعني ده ما حصلش. طيب بناء على هذا الكلام ان نطلع يعني نلخص او ناخذ من كلام حضرتك او الصوره الواضحه ان الاخوان يستغلون جامعه الازهر واستغلوا جامعه الازهر في الامتداد والانتشار من خلال خريجي جامعه الازهر الائمه والدعاء اللي بينتشروا في كل مكان في العالم، وفي نفس الوقت لهم انتماء قلبي وانتماء فكري ووجداني إلى الإخوان المسلمين. أقدر أقول أن صارت جامعة الأزهر هي العائق كبير جدا رغم الـ الأموال الكثيرة جدا اللي بتنفق عليها من الخزانة المصرية، حوالي 13 مليار جنيه تنفق على جامعة الأزهر، لكن نجد الآن أن جامعة الأزهر هي عائق ومعطل وحائط صد يمنع تقدم مصر ويمنع الوصول إلى دولة مدنية بما تعنيها الكلمة، بمفاهيم دولة مدنية حقيقية، وبالإضافة إلى ذلك بعد تحصين مكانة شيخ الأزهر في الدستور الجديد فإحنا قدام حائط صد. يعني كل اللي بنعمله ده، كل المحاولات اللي بنعملها في الآخر هتتصد مع التحصين اللي اتعمل في الدستور مع شيخ الأزهر ومكانة شيخ الأزهر، وفي الآخر إحنا بنواجه جامعة مش مؤمنة بالتغيير، مش مؤمنة بمفهوم الدولة المدنية، مش مؤمنة بمفاهيم العلمانية، مش مؤمنة بمفاهيم المدنية. احنا نجد انفسنا قدام شخص يرى الخير في دولة الاسلام ويرى ان دولة الاسلام معطلة الان نتيجة لظروف معينة، لكنه في داخله حلم لعودة دولة الاسلام والخلافة الاسلامية. هل ده صحيح استاذ سعيد؟ أنا تسمحك بس أقول حاجة صغيرة يعني أخيرا بعد إذنك. يعني أنا طبعا مع استقلال المؤسسات بعيدا عن الحكومة، باعتبار أن الأزهر مؤسسة يعني المفروض أنها تبقى مؤسسة بحثية وتعليمية يعني قصدي أقول مؤسسة بتعبر عن كل أطياف الإسلام. ما ينفعش مؤسسات الدولة تبقى تحت سقف في الحكومة، لأن ده غلط. يجب أنها تكون مؤسسات مستقلة زي الغرب اللي إحنا عايشين فيه. خد بالك؟ لكن لما المؤسسة يبقى عندها ايديولوجيا ضد الدوله، هنا لازم نقف. هنا لازم يبقى لينا وقفه يعني. واخد بالك؟ عايز اضيف حاجه اخيره اسمح لي. فضل. بس هو مش كل الموضوع مش في ايد شيخ الازهر بس. انا بدعو وقلت الكلام ده اكثر مره، انا بدعو الرئيس السيسي يعني يستخدم صلاحياته، وهو اكثر رئيس جه في تاريخ مصر من 52 عنده صلاحيات، ان ينفذ هذه الصلاحيات. نمره واحد، يطبق القانون. القانون لا يطبق على المجرمين اللي بيخطفوا واللي بيهدموا الكنائس المحرضين يعني زي ما حصل في المنيا. مش معقوله واحد بيحرض ضد كنيسه او ضد مسيحيين تقعدوا دايما معاه قطع عرقيه.
فلازم الرئيس يستخدم صلاحياته مثل دوت يستخدم صلاحياته في تنفيذ القانون، لاحظ ان القانون مش عاجبنا. الحاجه الثانيه اللي بيطلبها من السيد الرئيس ان هو تعليم العام، وعنده اساتذه عظام في مركز المناهج التابعه لوزاره التربيه والتعليم، نظفوا التعليم من الحاجات البشعه اللي فيه، الحاجات البشعه اللي ضد الاخر، ويوقفوا كمان اجبار المسيحيين وغير المسيحيين على ان هم يحفظوا القران عن طريق اللغه العربيه او غيرها. فانا قصدي اقول في صلاحيات في ايد الرئيس، احنا كلنا مطالبين بان احنا نطلب منه مرضى واثنين وعشرة الى ان يستجيب باذن الله ان يستخدم الصلاحيات اللي هي بره الهزر لغايه لما ربنا بقى يحلها من عنده باذن الله. طيب هل صلاحيات الرئيس بتصطدم مع تحسين مكانة شيخ الأزهر في الدستور؟ يعني احنا شايفين انه في طبعا شيخ الأزهر مستقل، بس دلوقتي محاولة اتعملت لقانون لتعديل قانون الأزهر، ومين اللي واقف ضد المحاولة ديت؟ اللي جابوهم علشان يبقوا أعضاء في البرلمان. بس يعني احنا اللي جم عشان يبقى هم اللي وقفوا ضد المحاولة ديت، يخبر حضرتك. لكن بره الأزهر الرئيس عنده صلاحيات كتير، عنده يعني اذا انت سامع، اذا في قبول بفكره اذاعه للقران الكريم ومحطات تلفزيونيه للمسلمين، يجب ان يكون في محطات تلفزيونيه لغير المسلمين وللمسلمين الاخرين زي الشيعه وزي البهائيين وغيرهم. يعني ما يبقاش الاعلام بيعبر بس في خطاب مسلم بس، ده برضه في ايد الرئيس. ايوه استاذ سعيد، يبقى في اذاعه معلنه للمسيحيين وغير المسيحيين، يعني لان في اقليات اخرى في مصر طبعا غير الاعضاء طبعا. بندعوه ده كل ده في ايد الرئيس، ان الخطاب الاعلامي يبقى متضمن بقيه الفئات، متضمن حقوق الانسان، متضمن كذا، متضمن الدعوه للحريات، لان لا يمكن من المستحيل عمل اصلاح ديني في ظل غياب الحريه. من المستحيل انك تفكك الايديولوجيا المنتجه للارهاب من غير حريه. ايوه استاذ سعيد، يعني لو تسمح لي الكلام ده لصالح الدوله المصريه اللي هي دولتنا كلنا. لو تسمح لي يا استاذ سعيد، المفروض نحافظ عليها. لو تسمح لي، كل الكلام اللي حضرتك رائع قلته رائع جدا، وامنيات طيبه وكلنا بنتمناها، بس على ارض الواقع بنجد انفسنا نصطدم مع قوة وسلطة وسطوة مشيخة الأزهر بجميع أفرعها. الأزهر متوغل في كل الحياة العامة في مصر، موجود في كل جزء، وكأن سلطة الأزهر فوق سلطة الدولة نفسها. يعني احنا مرات بنشعر ان احنا قدام قوتين بيتصارعوا، قوة السيسي بصلاحياته وأمنياته، وقوة شيخ الأزهر بأفكاره والأيديولوجية بتاعته ومنهجه وتشعبه في كل جزء موجود في الدوله المصريه. اتفضل. انا موافق مع حضرتك، بس في تعبير جميل يقول لك ايه؟ ما لا يؤخذ كله لا يترك كله. يعني انا مش عارف اصلح الحته ديت، اصلح الحته الثانيه. يعني دي وجهه نظري، يعني طبعا مش قصدي، بالعكس انا متفق معك تماما، يعني ان الاصلاح من خارج الازهر هيبقى فيه صعوبات اكثر، بس علينا ان احنا نشتغل. علينا احنا نشتغل ونحفز من يحكمون مصر ان هم يصلحوا بقيه الحاجات الثانيه، لان ده في ايديهم. وزير التعليم العادي والتعليم العالي دول وزراء في حكومه رئاسة الرئيس السيسي، واخد بال حضرتك؟ الاعلام من يحكمون مصر لهم دخل كبير فيه دلوقتي. يعني في حاجات في ايدينا خلينا نعملها، زي ما انا وحضرتك واستاذنا لطيف بنعمل اللي علينا، هم كمان يعملوا اللي عليهم. امين. استاذ لطيف، هل عند حضرتك تعليق في الجزئيه دي؟ وبعد كده نستكمل حوارنا مع بعض. اهلا استاذ سعيد، اهلا بيك. اهلا يا استاذ سعيد، اهلا بحضرتك. ازيك يا استاذ؟ ربنا يخليك. انا متهيالي ان قوه الازهر ايضا جاءت يعني في بعد ما جامعه الازهر، بعد جامعه الكليات، يعني النهارده بيتخرج منها 3.5 مليون طالب، فهو حاسس انه عنده قوه يستطيع انه يصطدم بالدوله، لانه 3.5 مليون طالب متشبعين بالفكر الازهري، بالفكر الارهابي، بالتراث الاسلامي، يستطيع ان يتصدى فعلا للدوله.
فهو قوته مش جاية من التراث الإسلامي فقط، جاية من الأعداد الضخمة جدا اللي عنده اللي يستطيع أن يتصدى بها للدولة. ولو شاول للسلفيين هيضم إليه كمان قوة. سهل جدا. أنا عايز أفكركم بحاجة صغيرة لو تسمحوا لي، يعني اتفضل. في ختام مداخلتي، إن النظام في مصر قدر على أخطر تنظيم دولي في العالم. الإخوان المسلمين عدد الأعضاء بتاعتهم والمتعاطفين معاهم كانوا أكبر من أعداد بكثير، ودول بياخدوا أوامر بينفذوها. طيب. فرئيس الأزهر ليس رئيس جمهورية المسلمين. الحاجة الثانية، إن مش كل خريج الأزهر إرهابيين أو عندهم استعداد إن هم ينصروا شيخ الأزهر. احنا بنقول ان الازهر بيوفر بيئه لخروج ارهابيين، لكن مش كل خريجي الازهر ارهابيين، مش كل خريجي الازهر هيقفوا ورا مؤسسة الازهر بالحق وبالباطل. ده محتاج اعاده نظر، محتاج مننا اعاده نظر. واخد بال حضرتك، اقوى من اي تيار سياسي، لانها دوله مركزيه بقى من 7 مليون سنه زي ما انتم عارفين يعني. طيب أستاذ سعيد، يعني أنا عارف أنه قدامنا وقت قليل مع حضرتك ونتيجة المشغوليات، لكن حضرتك يعني أصدرت حديثا كتاب اسمه عشاق الموت. لو تقدر يعني نطرح فكرة في كتاب عشاق الموت، في ثقافة اسمها حب الموت، وهذه الثقافة نجدها يعني منتشرة أكثر ما بين صفوف الجهاديين الإسلاميين. على أي أساس بتتبني ثقافة الموت لدى الشباب الإسلامي؟ وهل هناك نصوص إسلامية بيستندوا عليها بتقدس الموت وفكرة الموت والاستشهاد في سبيل الله وإلخ، وبناء كمان على سورة التوبة 101؟ اتفضل. هو الكتاب صدر منه الطبعة الثانية، يعني بفضل ربنا الحمد لله من حوالي شهر أو شهر ونص، يعني الطبعة الثانية. هو بيتكلم على مصادر الإرهاب أو مصانع إنتاج الإرهابيين، سواء يعني الكلام ده ينطبق على مصر وعلى كندا وعلى كل مكان في العالم. مصانع الإرهاب، كثير من المساجد، كثير من المؤسسات، كثير من المدارس الإسلامية، كثير من الاختراق الإسلاميين من مؤسسات الدولة زي اختراقهم هنا في كندا، ونفس الحكاية في أمريكا للجامعات، مراكز تدريس الإسلام أو تدريس اللغة العربية في الجامعات مسيطر عليها إسلاميين، وجودهم في المجال العام يعني هم اللي بيمثلوا المسلمين، وهم دول يعني الإسلاميين باختصار هم إيه؟ هم أبناء الإمبراطورية الاستعمارية. بما انك انت عايز تستعيد امبراطورية استعمارية، فانت لازم يبقى عندك ناس عشاق للموت، لان هم دول اللي هيضحوا بنفسهم علشان خاطر استعادة الامبراطورية الاستعمارية دي. طيب انت هتجهز بقى الجنود دول ازاي؟ الجاهزين تبقوا جاهزين بقى، جاهزين بايه؟ لو انا بقول عليه ارهابي غير مسلح، عبر للاسف المناهج تدريس الاسلام هنا في كندا فيها مشاكل كتير، خد بالك المساجد فيها كتب بتحرض على الارهاب، المدارس الاسلاميه فيها مناهج بتحرض على الارهاب، المكتبات العامه في كندا، المكتبات العامه في كندا فيها كتاب محمد الغزالي بيحرض على الارهاب وبيحرض على فرعيه الغرب. فاحنا لازم يبقى في مننا اجراءات ونسعى كلنا ان احنا نقفل المصانع اللي بتنتج ارهابيين. لا نكتفي مثل ما يحدث في مصر بانك تطارد الارهابيين، مش كفايه، لازم تسعى لاغلاق المصانع اللي بتطلع. فهي دي الرساله الاساسيه دي الكتاب، وكمان احنا عاملين جزء في اخر الكتاب يعني زي ما نفذت خطه عمل لمن يريد ان يقفل مصانع انتاج الارهابيين. وانا بشكرك على انك انت يعني سالتني عن الكتاب، يعني شكرا. يعني انا يعني أود أنه نستضيف حضرتك نتكلم أكثر عن الكتاب وعن فصول الكتاب وعن الفكرة من وراء الكتاب وعن الأهداف التي من أجلها أنت قمت بكتابة هذا الكتاب المهم. وأنا يعني بفكر أن يكون الكتاب ده له صدى وتأثير في مجتمعاتنا، ولنقدر من خلالها زي ما حضرتك بتقول نوقف الحنفية اللي بتنزل أنه ننقي المستنقع اللي بيخرج منه هؤلاء الكارهين للحياة
الكارهين للإنسان والإنسانية بمفهومها الحقيقي اللي ربنا أوجده. تفضل سيدي. أنا عايز أقول إن إحنا عايزين نسعى نترجم الكتاب، لأن الكتاب باللغة الإنجليزية، وإحنا محتاجين إنه يترجم الكتاب، إحنا نترجمه لأنه هو مش هيقدر. نتمنى والله نترجمه، يعني أنتوا لو عندكم، لأن صعب ترجمته في الشرق الأوسط. نترجمه إحنا هنا. يعني أنا أشوف إنها تتولى ترجمته ده طبعا بإذن الله. أتحدث مع البعض في خصوص ترجمة هذا الكتاب وخروجه للنور باللغة العربية، وأنا أثق أن هيكون أثره وتأثيره عندما يصدر يتم إصداره باللغة العربية هيكون أقوى بكتير جدا وله تأثير كتير. أنا بشكرك جدا. أنا شكر على يعني على المحبة الكبيرة، شكرا. وطبعا بشكر أستاذنا يعني لطيف، الأستاذ لطيف من اللي أنا عرفتهم، ويعني كتاب عامل ربنا يخليك، يعني كتاب يعني المسيحيين في الفترة دي اللي هو بيتقال عليهم النصارى، كتاب كان مهم جدا بالنسبة لي يعني. ربنا يخليك. أنا بشكرك جدا أستاذ أستاذ سعيد، ويعني نتمنى دايما وباستمرار تكون بتشرفنا في الحلقات، نستفيد من خبراتك ومن أفكارك الجميلة جدا وآرائك الرائعة في غاية الروعة. شكرا جدا أستاذ سعيد شعيب. أشكرك. قبل ما أرجع للأستاذ لطيف، في حاجة بس حابة أقولها بعيد عن فكرة الحلقة والبرنامج. في أخت عابرة لينا مصرية كانت تجتاز في ظروف صعبة جدا جدا جدا، نتج عنها أن هي كانت في الشارع لوقت وضغطت من كل مكان، فكانت الوسيلة الوحيدة أن هي تخرج للبنان. وللأسف ناس كتير بتبعت لي إحنا بنخدم عابرين وإحنا بنقف وإحنا بنعمل، وللأسف أحدهم للأسف الشديد يعني قال لي مرات كتير تواصل معايا في عمل قصة كبيرة، أنا بخدم في لبنان وأنا عندي وأنا بسوي وأنا أفعل. كان النتيجة أن أنا وثقت في كلامه وأرسلت الأخت دي لي. الأخت بعتها لي رسالة بتقولي أنا رحت لطبيب نفسي بسبب معاملة الذل اللي عاملني هذا الشخص بيها، واستغلني كأني يعني خدامة بنظف البيت وبكنس وبشوف طلبات بناته اللي هو مفروض من سنها وأقل منها. أنا عايز أقول اللي مش قادر على خدمة العابرين يركن، والعابرين مش لعبة الناس تذلهم والناس تستغلهم والناس تتاجر على حسابهم. وعايز أقول إن في يوم ما سوف نقف أمام كرسي المسيح، وكل واحد هيعطي حساب لعمله وهيكون في جزاء لعمله. النهاردة احنا مش شايفين بعض، والنهاردة بندعي أشياء، لكن في يوم ما هنقف قدام الرب اللي شايف كل الأمور وهيمتحن كل عمل وكل شيء هيظهر ويبان. النهاردة إن كانت مكسبي أو مكاسبي نتيجة ليه على الفيسبوك أنا بخدم عابرين وأنا بسوي وبفعل، لكن هل تتخيل أن هذه الأمور ستكون سبب بركة لحياتك وبيتك لما تستغل ناس وتستغل بنت زي دي؟ إذا كان في فعلا أشخاص في لبنان قادرين يستوعبوا البنت دي اللي أصبحت تقريبا شبه في الشارع ملاش حد، وهي مصرية موجودة هناك وخطر رجوعها في مصر، إذا كان فعلا حد صادق في خدمته وحد صادق في رغبته أنه يرعى أختنا، من فضلك تواصل معايا أو سيب رقمك في قناة الكرمة وأنا أرجع أتواصل معاك. أنا هفضل أقول كل الإخوات العابرين اوعى تتغشوا من اللي بيكتبوا على الفيسبوك ويقولوا احنا خدام للعابرين بنخدم عابرين، الكلام ده كله مش موجود. من فضلكم تعاملوا مع قنوات حقيقيه، مع قنوات شرعيه، مع اشخاص يعني موثوق فيهم، مش صفحات انت ما تعرفش مين ورا الصفحه دي، ما تعرفش مؤهلاته النفسيه ايه ولا مؤهلاته الروحيه ايه، ولا تعرف هو بينتمي لمين ولا بينتمي الى اي كنيسه. انا متاسف انه موضوع الحلقه مش في الجزئيه دي، لكن وهي استاذ سعيد بيكلمني ارسلت رساله وقالت لي يعني متاسفه ربنا يسامحك انك حطتني في ايد الشخص ده، انا بعتذر ليك على الهوى واتخدعت، لانه في اشخاص كتير قوي يطلعوا لي يقولوا لي احنا بنخدم عابرين. متاسف استاذ لطيف بعيد عن الموضوع ده خالص. برضو ارجع أنا عايز اتكلم في هذا الموضوع. انا بؤكد واجزم ان العابرين هم الامل للمسيحيه، وأنها هي الكنيسة الأولى بتعاد مرة تانية عن طريق العابرين. فالعابرين ثروة عظيمة جدا، ده واحد. النقطة الثانية، يبقى كلام المستشار أحمد عبد المهاب إن إحنا مقصرين
مقصرين في كل شيء. وده يؤكد تقصيرنا للأسف الشديد. أشكرك جدا. في برنامج اسمه صوت العبرين يوم الاثنين الساعة 11:30 بتوقيت كاليفورنيا، 9:30 بتوقيت القاهرة والشرق الأوسط. أشجع كل عابر بيجتاز في أي وضع أنه يتواصل ويتكلم معانا، ومش بقول أن احنا نفرش الأرض ورد، لكن على الأقل نقف مع بعض ونعرف مشكلتك ونحاول على قدر المستطاع لينا وعلى قدر الإمكان نحاول نقف مع بعض. ربنا يبارككم. أستاذي الفاضل، نرجع للحوار الرائع اللي كان مع الأستاذ سعيد شعيب ولمس نقط كثيرة جدا. خلونا نتعامل مع بعيد عن الأحلام، لأن الأحلام مش هتصنع لنا أو مش هتغير الواقع. خلونا نتعامل زي ما حضرتك قلت أن في قوتين دلوقتي موجودين على الأرض. قوة على استحياء مرات بتنادي بتجديد الخطاب الديني، وعلى رأسهم السيسي وبعض المثقفين، لأنه عارفين أن في صدام. قوة تانية رفضة تماما تجديد الخطاب الديني، وشايف حضرتك العبارات اللي قالها شيخ الأزهر والمغالطات التاريخية، ومغالطات من كل نوع يعني اللي قاله شيخ الأزهر في خطابه. احنا قدام قوتين، وبعتقد ان الدولة مش قادرة تضغط قوي على شيخ الأزهر، لان عارفة يوم ما تضغط على شيخ الأزهر هينضم اليه قوتين تانيين. الاخوان عايزين فرصة ان يكسبوا مشيخة الأزهر مرة تانية وياخدوها في حضنها بكل التعداد اللي حضرتك ذكرته، والسلفيين موجودين يعني في الكفة اللي هتميل هيروحوا السلفيين، والسلفيين أداة من الأدوات اللي مشيخة الأزهر بتستخدمها على الأرض. فإحنا قدام ثلاث قوة لهم وجود فعلي. الإخوان مهما عملت الدولة مش هتقدر تقضي عليهم، وموجودين موجودين في مفاصل الدولة في صح. في أمور كتيرة جدا، في المدارس، في التعليم، مش عايز أقول يعني وقرر، في الجامعات، في الأندية، في كل حتة موجودين الإخوان. ما زالوا مشيخة الأزهر بالرقم، وأنا بعتقد أن رقم أكبر، لكن خلينا نقول 3 مليون. السلفيين بالرقم وعدد كبير وتأثيرهم. فإحنا قدام ثلاث قوة ضاربة في المقابل، قوة مش يعني مش واخدة الأمر بجدية اللي هي بتطالب بتجديد الخطاب الديني. في النص بقى الضحية هم الأكبر. بعض. نتعامل إزاي مع الأمر ده؟ بس أقول لسعتك نقطة مهمة. هو كل يوم بيد ماذا الجماعات الإسلامية أو الإسلاميين كالأزهر وغيره وغيره في الأمور الشريرة الإرهابية. أنا متأكد أن الأمور ديت بتصل إلى حد معين وتقف عندها ويبدأ الشعب المصري يثور ثورة عارمة. أنا متأكد من هذا، إن ستحدث ثورة عارمة قوية تؤيد السيسي في الوضع المدني. لأن كتير جدا دلوقتي من الناس الإسلاميين بلاقيهم بيغيروا، بيبقوا عابرين أو يكتبوا كتابات عجيبة جدا ضد المشايخ الأزهر وضد الإسلام وضد كلهم. هم بيزوا نفسهم لأنه الأمور تفاقمت والناس عايزة تتمتع بالحياة، لكن الأزهر بيقفل عليهم منافس الحياة. فطبيعة الإنسان عايز يعيش، لكن هم في عشاق الموت زي ما بيقولوا أستاذ سعيد، ودول أنا متأكد يعني في هيلمان قدامهم كده وصوتهم عالي والغجرية صوتها عالي دايما، لكن أنا متأكد إن هيحصل تغيير، وتغيير كامل وشامل. والنهاردة السيسي بيطلع حقيقي بعض القوانين أو بعض الإصدارات طيبة جدا، يعني مثلا اللجنة العليا لأحداث الفتنة الطائفية والحاجة ديت. طب فين اثارها يا استاذ لطيف؟ هقول لسعادتك، لا هي لسه جديده، لسه جديده. ايوه بس دخلت في امتحان. انا معاك في امتحان، بس انا عايز نتكلم عنها بقى شويه. اللجنه العليا دي انا مبسوط جدا بيها. شوف المسمى بتاعها اللجنه العليا لمواجهه الاحداث الطائفيه. اذا في احداث طائفيه ولاول مره، ما حدش يقدر ينكر ده. لا الدولة بتنكر أي خلافات بتحصل، إشكالات، يقول لك إيه ده ولد بيعاكس بنت، ولد مسيحي بيعاكس بنت مسلمة. لا ده خلافات بتاعت مشاجرات،
لا الخلافات ده مشكله جنائيه، لكن لم يحدث في يوم من الايام قالوا في احداث طائفيه. لما الرئيس يقول ان في احداث طائفيه دي نقطه غايه الاهميه ضد الازهر، لان الازهر وراء الاحداث الطائفيه. ولما يعلن الرئيس هذا ده شيء جميل. النقطه الثانيه ومهمه جدا، الاعتراف بان اساليب المواجهه السابقه اللي كان في عمليه الجلسات العرفيه او بيت العيله او فشلت. هنا بيقر انها فشلت ولن يتواجد بها. النقطه الثالثه والمهمه ان اللجنه لجنه مهمه جدا قويه، يعني من كلها مخابرات وكلها يعني ممثل من هيئه عمليات القوات المسلحه، القوات المسلحه بدات تدخل في هذا المضمار. دي نقطه غايه الاهميه، ودي الاول مره ان القوات المسلحه تدخل في هذا الموقف. المخابرات الحربيه، المخابرات العامه، هيئه النقابه الاداريه، الامن الوطني، ده استحداث شيء جديد بلا شك. انا ابارك هذه اللجنه، لكن اذا يعني حصل في نوع من التعثر، لكن انا قريت قريب ان بيحاولوا يعالجوا التعثر دهوت، يعني استدعوا محافظ المانيا واستدعوا مدير المخابرات دي برضو، مدير اسف مدير الامن، فدي برضو نقطه جيده. لكن في عثرات هتقابله، في عثرات، وانا كاتب العثرات اتفضل، لان في فكر توغل وتشبع بيه الشعب المصري ضد الكنيسه وضد المسيحيين وضد الامام وضد اي مظهر يمس المسيحيه. في 9600 معهد ديني بيدرسوا هذا البلد. طيب ما نعمل ايه؟ طلبه الجامعه خارجين الثانويه عامة بال 50%، يعني فشله طلبه فشله. ممكن غسل المخ بسهوله جدا ليهم علشان يقدروا ياخدوا مراكز او ينجحوا. اتفضل تقدم لنا. النقطه الاولى تصريح رئيس الوزاره بانه ما فيش قفل كنايس ولا منشآت بس دي مغالطه. كويس، لما قصاد اللجنه بيقول ان ما فيش فده تعثر. يعني هو بيعثر اللجنه بالظبط. اللجنه لما تساله لا ما فيش، ده رئيس وزاره بيقول ما فيش. طب واللي بيحصل ايه؟ ما انا هتكلم معاه، انا هتكلم النقط وبعدين ارجع تاني في اشرح النقط. النقطه الثانيه الاعلام المغرض، الاعلام المغرض والاعلام المغرض بيقول عكس الحقيقه. يعني شفت محمد الباز بيعمل ايه؟ يعني ادي الاعلام ورئيس الوزاره. النقطه الثالثه الامن اللي هو تقاعس الامن. تقاعس ده مع الطرف المعتدي. طرف النقطة الرابعة دخلوا بقى في الفتنة الطائفية ما بين الكنائس وبعضيها، اللي هي الانتهازية للكنائس وبعضيها. دي نقطة اسمح لي أشرح بقى نقطة نقطة من النقط دي. بس أنا عايز أقول إنه البعض قال إن البث المباشر فصل من عن الفيسبوك، لو امكن استرجاعه لان البعض بيتابع معانا وبيطرحوا بعض الاسئله. اتفضل، ومعانا الاستاذ نادر شكري موجود معانا على التليفون، لكن اتفضل حضرتك تقدم النقط وبعد كده ناخد افكار. طيب اتفضل. النقطه الاولى رئيس الوزراء، رئيس الوزراء بيقول يعني هذا الكلام الفارغ ان ما فيش كنائس ولا منشآت دينيه مقفوله. انا بقول له الصدق ينجي. وبعد فترة طويلة تقول هذا الكلام زي ما بيقول مثلا سكت ظهرا ونطق كفرا. الكنيسة الزعفرانة بالصوت والضوء واضحة، وليس في داخل مصر فقط ولكن في الخارج أيضا في بعض الإذاعات الأجنبية. فكيف تقول هذا؟ حاجة غريبة. وبعدين هل العلة لأنها مش واخدة ترخيص فمش معترف بها؟ لا، أنا عايز أقول لك بقى نقطة مهمة جدا. ارجع لقانون منع بناء الكنائس. قانون منع بناء الكنائس بيقول إيه؟ الكنيسة، وصف الكنيسة. الكنيسة فيها منارة، فيها جرس، فيها قبة، فيها مش عارف إيه، حاجة أمور كتيرة جدا
وصف الكنيسة، هل البيوت دي فيها وصف الكنائس؟ ما تطبقش عليها، لا فيها منارة ولا فيها صليب ولا فيها قبة، لكن بيت، بيوت الله، بيت بصلي فيه، بتمنعني؟ بترفضني؟ وانا عايز اخد منك تصريح عشان ارفع عيني الى الله واصلي؟ كيف هذا؟ كيف لا تعترف ان دي بيوت الله؟ يا اخي ده احنا فيما بعد كده هو هتيجي تحصر عليا وتحظرني ان انا ما ارفعش عيني الى الله، لان الكتاب المقدس بيقول انتم هياكل الله وروح الله ساكن فيكم. يعني معنى هذا الكلام كلنا هياكل، كلنا كنايس. يعني هتيجي في وقت من الاوقات اوعى ترفع عينك للسماء، اوعى تصلي، اوعى تتكلم او قول اي كلمه. ها ماليزيا الجزء الاسلامي منع المسيحيين يقولوا كلمه الله. بالظبط بالظبط. فده جايز. يعني انت يا اخ مدبولي ولا اخ بتاع، يعني تتمهيدا انك انت تخطو خطوات اسوأ واصعب لا قدر الله. فده كلام فاضي جدا. بيوت الله يعني نصلي فيها، وبيوت الله بتدعو الى السلام والمحبه، محبه الوطن، بتصلي من اجل، مش يعني لمؤاخذه جوامع فيها المؤامرات وفيها الارهاب. ده احنا ده كل بيت للصلاه ده مصنع للوطنيه، مصنع الوطنيه. فكيف تقول هذا؟ دي بيوت الله يا سيدي الفاضل، وبيوت الله نقرها وهنصلي فيها وهنعملها ومش هنمانع. زي ما بقول البابا شنوطة، هنصلي مهما حصلي، هنصلي وهنفتح بيوت. يعني أنا أخشى إنك في يوم من الأيام تخش عندي وأنا بصلي مع أولادي تقول له أنت ده مش بيت، ده ممنوع. إيه ده؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ ما حصلت في بيت في العمرية لما كان مجموعة الناس بيصلوا جوه بيت صلاة عادية وقالوا لهم ممنوع. صحيح، اللي اختشوا ماتوا، اللي اختشوا ماتوا خايفين من الصلاة. طبعا النقطة الثانية الإعلام المغرض، ودي نقطة مهمة جدا بيحصل دلوقتي. الإعلام دي السلطة الرابعة. الإعلام ده يعني جوزيف جوبرز اللي هو الوزير الإعلام هتلر قال اعطيني إعلاما بلا ضمير أعطيك شعبا بلا وعي. الإعلام لإما أبيض أو أسود، لإما يهدم لإما يبني، لإما يعطي سلاما لإما يعطي قلق بالظبط وتعب. بالظبط، انت بتوجهه ازاي؟ لإما ينشر المحبة أو الكراهية. والإعلامي، الإعلامي لابد أن يكون صادق، حيادي، شفاف، طبعا مفكر، عنده خلفية للأحداث اللي بتحصل، بيبقى دارس. زي ما بنشوف ساعتك دارس دراسات كبيرة جدا بتقتل، يعني تتكلم في كل الأمور اللي بتطلع. لكن هذا الإنسان ما فيش أي صفة من هذا. لما يكون الإعلام موجه، إعلام موجه لبس فكرة معينة، ده اللي أرجو فعلا. والأكثر من كده بقى أنا عايز بقى أنت غلطاتهم. الغلطة الأولى، أنت إعلامي وأنت بتتكلم عن المشكلة، أنت جايب طرف واحد. طب ما جبتش الطرف الثاني ليه؟ بالزبط. عشان يرد. بالزبط. عشان تعرف الحقيقة. أو أنت متربس له. يبقى أنت متربس له فعلا. يبقى دي خطأ كبير إعلامي. طبعا. الإعلام لابد يجيب الطرفين. بالزبط. النقطة الثانية، أنت حكمت. من أقامك حاكم؟ لأن في توجه إن لازم تشيله الأنبا مكاريوس ومش عارف إيه. لأن في توجه. الحكم ده. أنت تجيب الطرفين والجمهور هو اللي يحكم. مش بالزبط. أنت اللي تحكم. بالزبط. انت من انت لكي تحكم؟ النقطه الثالثه، ده موضوع ذا شكون وهموم. بتضحك ضحكه هستيريه بطريقه غريبه، ده انت ما قدرتش تسكت. فيها استهزاء، انسبت في الضحك، فيها استهزاء، ما عندكش ضوابط حتى. بتستهزئ بينا. ايه ده؟ هل هذه الامور تصلح ان يكون هذا الانسان اعلامي؟ طبعا ده في حاجة بيعملها بقى من أخطر ما يمكن. قريتها امبارح وعايز أتحقق منها. جمع بعض الأحزاب الورقية
مش عارف مستقبل مصر جابهم علشان يناصروه ضد البلاغ اللي بيتعمل ضده. ايه بس شعلت نار. بس لازم نقول ان كان في اقباط نواب اقباط موجودين فيهم ما اعرفش. لا كان في نواب اقباط موجودين يبقى دول المفروض دول يعني اللي هم منتمين لمستقبل مصر. اذا مستقبل الوطن. يبقى ارجع تاني لكلام المستشار احمد عبده. ما في مشكله عندنا ان عندنا مشكله وده من اصعب ما يمكن، وده لابد ان يسقطهم من نظر جميع الاقباط. دول مش نواب، دول عشان كده لازم نراعي احنا بننتخب مين في الدايره. بالظبط بالظبط. هيكلم ازاي وهيقف ازاي نواب فاشلين. هنرجع لحضرتك بس معانا تليفون اتفضل من استراليا، وبعد كده معانا الاستاذ نادر. معانا الاستاذ مجدي من استراليا. اهلا بيك استاذ مجدي، سلام المسيح، اتفضل. الو الاستاذ سعيد شعيب واستاذنا الفاضل استاذ لطيف شكري. أنا الحقيقة من منبركم الإعلامي المحترم قناة الكرمة بأناشد فخامة الرئيس السيسي اللي لا نشك في قوته وقوة إرادته وشخصيته القوية ومحبته للوطن وإخلاصه للوطن، اللي أول خطوة يبتدئ بها كمثال للتعايش السلمي والمواطنة قانون بناء الكنائس. ده فيه تمييز عنصري بغيض، يعني نفسنا وبنحلم باليوم الذي يأتي فيه أن قانون بناء كنيسة ينطبق على قانون بناء جامع، ينطبق على قانون بناء معبد. مسجد شيعي أو معبد يهودي أو معبد بوذي، كله يتساوى طالما انطبقت شروط المباني المنصوص عليها في القانون دون تفرقة أو تمييز. المناشدة الثانية، يعني احنا الرئيس السيسي بنقدر ونثمن مجهوده في التنمية وحركته الدؤوبة يمين وشمال وشرق وغرب الكرة الأرضية من أجل توفير لقمة عيش سليمة ولقمة عيش كريمة لكل مواطن مصري ومشروعات التنمية الكبيرة. ولكن سيادة الرئيس، فخامة الرئيس اللي احنا بنحبك، القلاقل والفتن التي تحدث من هنا وهناك بسبب عناصر بغيضة لا تريد استقرار لمصر، دي نقطة الحبر السوداء اللي في كوب اللبن النقي الأبيض. نرجوك سيادة الرئيس تدخلك بصفة شخصية لحل تلك المشاكل حل جذري، بأنك أنت قانون بناء الكنائس لازم يطبق على جميع دور العبادة دون تفرقة أو دون تمييز عنصري. صحيح. المسجد زيه زي الكنيسة بالضبط، طالما الشروط المنصوص عليها في البلديات أو المجالس المحلية انطبقت على ده مثل هذا تماما بالضبط. كمان تاني نداء للشيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الأزهر سليل الكرم والشهامة، واللي أنا أعرفه أعرف المغفور له والده اللي كان بيتدخل في حل المشاكل وكان رمز للمحبة والتآخي والسلام بين المسيحيين والمسلمين في الأقصر في قريته القرنة. نعرفه معرفة شخصية. أرجو من فضيلتك يا شيخ الأزهر، فضيلة الشيخ الدكتور أحمد الطيب، أنك أنت تضرب المثل والقدوة في المحبة والتعايش بين الإسلام والمسيحية، أنت اللي تكون مضرب المثل يا فضيلة الشيخ. سعد علينا جدا جدا منك أنك أنت تعتبر المسيحيين أهل ذمة. نحن لسنا أهل ذمة يا فضيلة الشيخ، نحن في ذمة الله الأزلي والدائم والأبدي والذي لا يزول ولا يندثر. المسيحيين مثلهم مثل أشقائهم المسلمين، مواطنين من الدرجة الأولى يعيشون في مصر بتآخي ومحبة. هذا ما ننشده. أرجو يا فضيلة الشيخ الإمام الأكبر، وأنت رجل متعلم ومثقف ثقافة عالية وتحمل شهادة الدكتوراه من أفخر جامعات فرنسا وهي جامعة السربون، أن لا تقع في هذا الخطأ وتعتبر المسيحيين أهل ذمة وفي حماية وفي حراسة المسلمين إخوتهم. نحن في حراسة الله الذي لا يزول الأزلي. لو سمحت يا فضيلة الإمام، لا أرجوك ونتوسل إليك أنك أنت تنهج منهج سلفك فضيلة المغفور له الشيخ الدكتور
محمد سيد طنطاوي الذي كانت تربطه علاقة محبة قوية ومثالية بين وبين قداسة البابا شنودة. نرجو أن تتمثل وتكون المثل الأعلى في ضرب المثل في القدوة التي تقود إلى المحبة والتعايش والإخاء والمحبة بين قضاي أو عنصري الأمة المسلمين والمسيحيين. أمين. نتمنى ده، نتمنى ده. ألو ألو أستاذ مجدي. ونشكر فخامة الرئيس السيسي على تفعيل لجنة بحث المشاكل الطائفية، ونتمنى لها كل نجاح. أمين. من أجل تقدم الوطن وازدهاره. أمين. عندنا هنا شارع كبير قوي في كينج جورج رود في سيدني، موجودة فيه كنيسة أنجليكانية، معبد بوذي، وعلى مقربة من المعبد دوت بضع كيلومترات مسجد فيلا كيمبا. فأرجو أن يبقى فيه تعايش ومفيش تمييز عنصري على أساس الدين فيما يختص بدور العبادة. أمين. أشكركم لاستماعكم. شكرا جدا لأجل مداخلتك ولأجل مقترحاتك. رجع معنا الأستاذ نادر، كنا فقدناه، فرجع معنا الأستاذ نادر شكري. أستاذ نادر برحب بيك وسلام مسيح، أهلا بيك. أهلا بيك، أهلا بحضرتكم. بعتذر ليك إن احنا طولنا عليك أستاذ نادر. أشكرك. قراءتك للأحداث اللي بتحدث في المنيا بين الحين والآخر، وموقف الناس في المنيا ضد الكنائس، والمقولة اللي قالها اللي كان بيقول عليها وبيعلق عليها الأستاذ لطيف شيخ رئيس الوزراء إن لا توجد كنائس تم إغلاقها، وده عكس اللي احنا بنشوفه اللي احنا سامعين عنه واللي موجود على أرض الواقع في المنيا. اتفضل. طبعا تحياتي ليك والأستاذ لطيف، وقلت أكيد عن أزمة خاصة بحق الأعضاء في مواسة الشعائر الدينية، أزمة بتزايد وبتصاعد من حين لآخر نتيجة طبيعية جدا لعدم تفعيل القانون وتأسيس القاعدة الخاصة بفكرة الجلسات العرفية أو الغلق لدواعي أمنية. وده اللي احنا حذرنا منه في أكتر من مرة من فترات طويلة لما كنا بنتكلم، بقول إن احنا مش مشكلتنا مش مشكلة القرية ولا مشكلة إن كنيسة في القرية، المشكلة أكبر من كده. المشكلة بتمس بلد كامل، بتمس ترسيخ ثقافة، بتمس مستقبل احنا بنحاول نغيره لمين. لما بنرسخ هذه القاعدة فبندي فرصة لتكرار هذه الأحداث مرة تانية. وفكرة قيام المتشددين ان هم يفرضوا سطوتهم ويفرضوا على مواطنين يتمتعون بالمواطنه الكامله بحسب حكم الدستور والقانون ان هو يطلب منه ان يشوف تصريح او يشوف المبنى ده معاه ترخيص ولا مش معاه ترخيص، هذا امر يعتبر تعدي على سياسه الدوله قبل ما يكون تعدي على الاعضاء نفسهم. نعم. لأنهم حلوا بديلا للدولة وبديلا للحكومة في تنفيذ القانون. وده الأزمة لما مجلس الوزراء أو مركز الإعلام المجلس الوزراء لما بيقولوا حب يكحلها عناها، لما طلع القرار الخاص بي إنه أو طلع بناء إنه مفيش ثلاث كنايس، هو كان بيتكلم على الواقع دي، مفيش ثلاث كنايس تغلقوا في المنيا ودي مجرد شائعة، وطبعا كان أمر مثير جدا لينا، وكأنه لم يرى أن هناك تجمرات حدثت وأن هناك فيديوهات منتشرة وأن هناك جلسة عرفية عقدت في كوم الراهب في مركز صمدوط بإشراف الأمن، فإزاي بتتكلم على شائعة وكل هذه الامور وفي محاضر رسميه كمان وكان في ناس مقبوض عليها في كوم الراهب وتم اخلاء سبيلهم بعد الجلسه، ولكن قال انه بناء على اتصال بمحافظ المنيا وهو طرف في الازمه. اذا محافظ المنيا ضل مجلس الوزراء واصبح حط مجلس الوزراء في موقف سيء جدا. وهنا انا هتكلم عن نقطه مهمه جدا، اذا كان مجلس الوزراء اليوم لاول مره يخرج بتصريح او برد في شان ازمه طائفيه او في شان غلق كنيسه، انه يخرج ويتكلم. طول الاحداث الطائفيه عمرنا شفنا مجلس الوزراء طلع اي بيان، وهنا لما قال ان الثلاث كنايس
لم يتم غلق ثلاث كنائس او لا توجد اي منشات دينيه في هذه الاماكن. واعتمد اولا على تصريح المحافظ، اعتمد نعم. ثانيا على ان الاماكن دي لم تقدم اوراقها للجنه التقنين الخاصه ببناء الكنائس. لكن احنا ربنا قلنا اذا كان هذا الرب وبتتكلم بهذا الشكل تعالى قول لنا احنا لما خطبناه في اكثر من واقعه حصلت لاماكن ومباني تماثيليه اغلقت وتقدمت باوراقها لجنه التقنين، ومنها اماكن بيصلي فيها من سنوات طويله زي كنيسه قصر الوافدين في أطفيس. لما تم مخاطبه المجلس الوزراء بشكل رسمي ان ازاي يتم غلق الكنيسه رغم تقديمها لاوراق التقنين واجراءاتها القانونيه فلن يتم الرد. وفي وقائع كثير احنا عندنا السنه اللي فاتت اربع منشات كنسيه او اربع كنائس اغلقوا في مركز إفنا بنفس الطريقه ونفس الشكل بالتجمهرات. اربع كنائس وهم جميعهم اربع كنائس في إثنى. مركز إفنا إثنى محافظه الاقصر. فطبعا الاربع اماكن مقدمين اوراقهم لجنه التقنين، منهم ثلاث اماكن اللجنه بتساعد ادارتهم وعينه المكان. لم نسمع رد. لما حاولت اللجنه انها تزور كنيسه في قريه الطود مركز ابو طفت بمحافظه سيناء، وحصل تجمهر السنه اللي فاتت ايضا من قبل المتشددين اثناء زياره اللجنه، ومنعوا اللجنه من تأديت عملها او حتى نتيجه التجمهر ان الاقباط خافوا يفتحوا الكنيسه واضطرت اللجنه انها تشوف مكان ثاني غير الكنيسه ان هو بيت. فاذا انا بتكلم على اماكن انا عندي امثله كثيره، اذا مجلس الوزراء لم نسمع له اي رد في كل الحوادث اللي حصلت دي. يعني هو اصلا كان تعدي عليه، يعني هذه اللجنه الخاصه بالتقنين هي لجنه تابعه لمجلس الوزراء. وبالتالي حصل عليها تعدي بانه تم منعها من تأديت عملها وتم اغلاق المكان، فانت ما ردتش، ما شفناش رد منك. اذا انت لما بهذا القرار بغض النظر عن الاماكن المغلقه ولا مش مغلقه اللي انت قلت عليهم ان هم ما فيش اماكن مغلقه في المنيا، البيان في وضعه اخطر من كده بكتير، اخطر من غلق المكان. البيان يعطي مبرر للمتشددين فيما يفعلون. صحيح. ويبرر ما قاموا به ويعطي فرصه لتكرار نفس الامر وكانه يدافع عنهم، حتى انه لم يتعرض باي شكل من الاشكال حوالين ضروره معاقبه الجناة او المتجندين او غيره. طبعا يعني مجلس الوزراء حاول يعني بعد حاله الغضب التي اشيرت على هذا الامر طلعوا في اليوم التالي صدور قرار بانه يتم احاله يعني كل كافه قضايا الارهاب والترويع والمساس بدور العباده الى نيابه الحاكم امن الدوله العليا. نعم. فطبعا هذا القرار ده عقد الرد اللي قام بيه، وايضا يعني عقبه ايضا في محاوله لاحتواء الاوضاع ان اللجنه اجتمعت محافظه المنيا، اللجنه العليا لاحداث التاثير اجتمعت لاول مره واستعدت محافظه المنيا ايضا لمناقشه هذه الامور، واكدت على فكره تطبيق القانون وعدم السماح باي تجاوز في اي شيء. امين. هذه الامور محاوله الاحتواء للبيان اللي طلع بيه مجلس الوزراء، لكن في النهايه احنا كل اللي يهمنا هو تفعيل القانون. اكيد. املنا كبير جدا انه اللجنه العليا وهي لجنه تتبع السيد الرئيس مباشره ولها سلطات تنفيذيه انها تكون يعني قادره على تغيير الامور، وان يكون استدعاء محافظ المنيا هو رساله لكل المسؤولين في المحافظه في كافه المحافظات انه هيكون في رقابه على اي تجاوزات هتخرج. لاحظ معايا يا فندم انه لحد دلوقتي احنا في عمليه تقنين الكنائس احنا لسه ما دخلناش في المناطق الشائكه. يعني في موضوع التقنين اذا كان حتى الان قدر اكثر من 600 وحاجه كنيسه ومبنى كنسي تم تقنينهم، لكن احنا عندنا هذه الاماكن طبعا كلها اماكن في يعني قديمه وفي اماكن في مدن وفي اماكن ما فيش مشاكل بالنسبه لها. لكن احنا لسه لجنه يعني لم تدخل في المناطق الشائكه اللي فيها مشاكل. وده اللي محتاج، عشان كده محتاج ان يكون في قانون حاسم قبل الدخول في هذه المناطق. يعني انا مثلا المنيا عندي التقنين ما تمش غير في ملم في فين دير باشا وحين دير باشا وخيمه كلهم اباط.
القريتين او القريتين بالكامل كلهم مع بعض، فما فيش اي مشاكل بالنسبه لهم في التقنين. لكن لما نيجي نخش في مناطق ثانيه زي مثلا عزبه سلطان ولا القشيري ولا بعض المناطق اللي في الصمدوط، يا ترى ال التعامل هيكون ازاي؟ وده بقى اللي هو الامتحان الحقيقي اللي هيكون للجنه. هل اللجنه فعلا رغم السلطات الممنوحه ليها وانها تحت اشراف الرئيس السيسي مباشره، هل هيكون لها دور فعال ودور تنفيذي بالفعل، ام هتصطدم مع الواقع اللي موجود واللي بنشوفه باستمرار؟ استاذ نادر انا بشكرك جدا جدا لاجل وجودك معانا ولاجل كل الافكار اللي حضرتك طرحتها والايضاحات اللي تناولتها. أنا بشكرك جدا وبنعمة الرب هيكون عندنا أكتر لقاءات في خصوص هذا الأمر. أستاذ لطيف، يعني هل عندك تعليق على ما ذكره أستاذ نادر شكري؟ كلمة مهمة جدا. اتفضل. إن رئيس الوزراء بيشجع على هدم البيوت عن طريق الغوغاء. طبعا. بيوت ال وسيدنا الأنبا ما كانش قال كلمة جميلة أو فاتت، قال حتى لو في خطأ الغوغاء هم اللي يحكموا وهم اللي يهدموا ولا الدولة. بالظبط. النقطة الثانية مهمة جدا استكمل بس بتاع بسرعة في 3-4 دقائق. العاصفة الثالثة أمام اللجنة. الأمن. الأمن هو اللي بيغلق الكنائس حتى لو كان حصلت على تراخيص. هو اللي بيغلق، بقول لك ايه دي بتاع دوت أمور أمنية. فالأمن متواطئ أو واقف، بلاش كلمة متواطئ، مع الهجمة الغوغائية. الأمن منحاز للغوغاء. بالظبط. وهو الذي يدفع بهم للهجوم على الأقباط. نعم. الأمن بيحول الجاني إلى مجني عليه. الأمن هو اللي بيفبرك المحاضر قدام اللجنة الجديدة. دي مهم جدا. الأمن كان بيشترك في بيت العائلة علشان يفرض أتاوات وياخد جزء من الأتاوات. للأسف. الأمن يقوم بالقبض على الأقباط اللي هم المتضررين. فالأمن أيضا له دور صعب جدا في عصرة هذه اللجنة. فأتمنى أن اللجنة تعي هذا الكلام. أنا أتمنى يكون لها دور توعية. أمين. داخل الأمن في كل مفاصل الـ يعني الإدارات اللي فيها تنفيذ. بالضبط. طرولي. وأتمنى النجاح لهذه اللجنة. أمين. واللجنة دي لجنة كويسة وأنا ببارك لهذه اللجنة. هل في أي عثرات أخرى؟ يعني الإعلام، الأمن، مشيخة الأزهر. اتفضل. في الفتنة اللي هم بيزعوا الفتنة الطائفية بين الكنيستين. وأنا بقول يا جماعة أنا كنت أتمنى للكنيسة الإنجيلية تطلع بيان تاني. تقول إيه للأقباط؟ تعالوا صلوا عندنا ما دام في سلام بيني وبين الدولة، تعالوا قوموا اعملوا اي قداسات عندنا. علشان دول اولاد ربنا ودول اخواتكم ودي الكنيسه الام، فلابد ان كنتوا كل دول. هنا في امريكا كنائس كتيره بتقوى الناس اللي جايين من طوائف اخرى. حتى في بعض الكنائس بتفتح ابوابها للمسلمين. فيا جماعه ارجو لا تمزقوا جسد المسيح. ارجو ان يكون في الحب. إلهنا إله محبة. أرجوكم أرجوكم مدوا إيديكم بمحبة وعالجوا هذا الموضوع اللي وقعكم فيه محبة الباز. أنتوا لابد تكونوا أرقى من كده. وأن يكون في توطيط المحبة وتعاون، وافتحوا أبوابكم حتى للأقباط عشان يصلوا القداسات عندكم. شكرا جزيلا. أنا بشكرك. الموضوع كبير يا أستاذ لطيف، وإحنا قدام مشكلة معقدة. مشكلة بنعاني منها من سنوات طويلة جدا، لكن يعجبني حاجة حضرتك قلتها انه الحل لابد ان يجي مننا اولا. طبعا. الوحدة، الـ 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 الاصرار على المطالبة بالحقوق، ان احنا ننبذ الخلافات الطائفية نضعها على جنب. ضروري. ان احنا نتوحد حول قضيتنا. أيه. ان يكون في كمان فحص للنواب فيما بعد، احنا ننتخب مين، وهل الناس دول هتقف لاجل القضيه ولا لا، هل الناس دول هيهتموا بالمشاكل اللي احنا بنعاني منها ولا لا. امنيتك لنجاح اللجنه كلنا بنتمنى ده، لكن هل هتصطدم بالامن اللي بيفبرك تقارير زي ما حضرتك قلت، ولا اللجنه هتعالج المشاكل دي؟ انا شايف ان اللجنه هتعالج واقوى من الامن، لانه نتمنى ده سلطتها اقوى. نتمنى ده.
نتمنى ده، خصوصا انها تابعه للرئيس على طول. نتمنى ده. ما نتمناش نقعد الجمعه الجايه قدام مشكله كنيسه تانية. يا رب نصلي. نتمنى ده، نصلي، ودي امنيتنا ودي صلاتنا. انا بشكر جدا الاستاذ لطيف اللي رغم المه وتعبه ووجعه ومقبل على عمليه كبيره وصعبه وخطيره، لكن جه شاركنا في هذه الحلقه والرب يباركك. بشكر الاستاذ سعيد شعيب وبشكر الاستاذ نادر شكري اخ مجدي من استراليا، وبعتذر ما قدرناش ناخد بعض التليفونات. ربنا يبارككم، وعد نلتقي الاسبوع القادم. عندنا حلقه خاصه للرد على الدكتور السيد القمني فيما قاله بخصوص اله العهد القديم واله الكتاب المقدس، فتابعونا الحلقه القادمه وحلقه مهمه جدا جدا جدا. ربنا معاكم والى اللقاء. مش كافر مش كافر انا مش كافر مش كافر مش كافر انا مش كافر لا انا مخدوع او بخرف ابدا ولا عقلي سافر سافر لإله واحد ايماني واحد وملوش تاني حبني ومات علشاني مش ممكن يموت يمكن في أمور بتحير نحتاج لتفسير أنا حشرح ليك وأفسر أرجوك بلاش تكفير أنا مش كافر